الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مثال على توازن سوق السلع مع سوق النقود باللغة الإنجليزية. وضعته بالمختصرات example on the IS اللي هو investment saving LM liquidity money equilibrium. فالتوازن ISLM اللي هو التوازن الآني بين سوق السلع وسوق النقود. هنا طبعا investment saving اللي هو الاستثمار الادخار مقابل الطلب على النقود والسيول النقدية أو الأفضلية النقدية. نتابع إن شاء الله. هناك العديد من المقاطع التي قدمتها عن سوق السلع الطلب الكلي أو aggregate demand أو commodity market، أرجو الرجوع إليها، حيث طبعا الطلب الكلي سوق السلع هو Y، نرمز له Y مقابل مستويات الأسعار أو price levels، وسوق النقود money market حيث الطلب والعرض على النقود. فعندي على المحور الأفقي بيكون الطلب على النقود، على المحور العمودي أسعار الفائدة. أرجو الرجوع إلى هذه المقاطع كي نتعرف على التفاعل بين السوقين، وهو تفاعل مباشر وغير مباشر بين السياستين المالية fiscal policy والنقدية monetary policy. أرجو الانتباه هنا عندما نتحدث عن توازن سوق السلع مع سوق النقود، التوازن بين هذين السوقين، نتحدث عن تفاعل مباشر وغير مباشر بين السياسة المالية اللي هي fiscal policy والنقدية monetary policy. الآن عادة ما نحلل مسألة التفاعل بين السياستين المالية والنقدية بواسطة تحليل توازن سوقي السلع والنقود معا، وتمثيل ذلك بواسطة المعادلات الآنية كما يأتي. هذه الآن معادلة أو المتساوي. لنفترض بأن الآن Y اللي هو الدخل الكلي الإنتاج الكلي سوق السلع هنا، هي الآن تتكون من هذا الإنفاق الكلي، عفوا الدخل الكلي والإنتاج الكلي يتكون من الإنفاق الاستثماري الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي. هذا كلياته سوق السلع أو الإنتاج الكلي أو مجموع الإنفاق من المستهلكين من المستثمرين من الحكومة. أي الآن الدخل الكلي هنا وهذا الإنفاق الاستهلاكي، هذا الإنفاق الاستثماري وهنا الإنفاق الحكومي. هذه مهم جدا أن تذكرها، بأن Y تساوي C plus I plus G. الدخل الكلي يتكون من الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي. وسنفترض بعض القيم، يعني ما هو شكل معادلة أو دالة الاستهلاك ودالة الادخار والقيمة التي نفترضها عن الإنفاق الحكومي. هنا هذه الأشياء المهمة جدا عندي. دالة الاستهلاك تعتمد على الدخل المتاح اللي هو Y، الدخل الكلي مطروح منه الضريبة فيصبح هذا الدخل المتاح. إذا C تساوي 240 زائد 3/4 75%، هاي 3/4 ل 75% من الدخل المتاح، حيث الدخل المتاح يساوي Y ناقص T. وعندي معادلة الاستثمار I تساوي 200 سالب 20 في R، R أسعار الفائدة أو سعر الفائدة. وبالتالي لاحظوا لي هنا أنه لابد أن نأخذ T بعين الاعتبار، وهنا الإشارة السالبة. تي اللي هي الضريبة المفروضة من قبل الحكومة أو السلطة المالية في الاقتصاد، هذا رقم ثابت كمية ثابتة تساوي 80، والإنفاق الحكومي جيل كمية ثابتة تساوي 100. سنستفيد من كل هذه بالتعويض هنا عن كل واحد من هذه الأشياء حتى نصل. قبل ذلك لابد أن نتعرف على معادلة سوق النقود، وهي في الشريحة هذه. أما معادلة سوق النقود فهي كما يأتي هون. الآن لاحظوا لي M مقسم على P، هذا demand for money الطلب الحقيقي على النقود. لاحظوا أنه مقسم على مستوى الأسعار، أي بمعنى آخر الطلب الحقيقي على النقود يساوي Y اللي هو الدخل الكلي ناقص 40 سالب هي 40 في R اللي هو سعر الفائدة. وعندي money supply اللي هو عرض النقد يساوي 1200، لكن مستوى الأسعار يساوي 4. هنا الآن هو هذا الطلب الحقيقي على النقود لأنه مقسم على مستوى الأسعار، وبالتالي real demand for money. وهنا الآن هذا عرض النقود لابد أن نحوله إلى عرض حقيقي بقسمة هذا المقدار على 4 اللي هو مستوى الأسعار، اللي هو هذا مستوى الأسعار. نتابع.
بالعودة إلى سوق النقود اللي هو عفوا سوق السلع اللي هو Y تساوي C بلس I بلس G، الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد إنفاق الحكومة، نقوم بالتعويض عن C زائد I زائد G كما يأتي هنا. هاي الآن C لاحظوا لي هي هذه الدالة، و I هذه الدالة، T من جهتها موجود طبعا هنا T تساوي 80 والجفرمنت تساوي 100، وبالتالي الآن تصبح كما هي Y تساوي C بلس I بلس G. الآن وين C؟ هذه هي C، 240 زائد 3 أرباع Y ناقص 80 هذه C، حيث 80 هي الضريبة أي T. أما معادلة الاستثمار 200 ناقص 20 R هذه، هذا هو الاستثمار، وهنا نفقات الحكومة هذه. الآن نعالجها رياضياتيا بشكل بسيط جدا، فكينا القوس ساوي الآن Y تساوي 240 زائد 3 أرباع Y هنا ناقص، طبعا أنا هاي إشارة سالبة، 80 في 3 أرباع يساوي سالب 60 زائد 200 سالب 20 R زائد 100. بالمعادلة البسيطة نجد الآن إذا نقلنا 75% من Y إلى الطرف الأيسر تصبح Y ناقص 3 أرباع Y تساوي 240 ناقص 60 زائد 200 سالب 20 R زائد 100. أي يعني ذلك الآن نأخذ العامل المشترك هنا، نأخذ العامل المشترك نبسط الطرف الأيمن، فتصبح الآن الحصول على ماذا؟ Y star تساوي 1920 ناقص 80 R. أرجو الانتباه إلها، هذه بكون النتيجة النهائية إذا أخذنا عامل مشترك Y طلع عندي داخل القوس 1 ناقص 3 أرباع، أي أنها تصبح الآن ربع داخل القوس، وبالتالي Y star تساوي 1920 ناقص 80 R. نتابع هذا الآن الـ IS curve، حصلنا على ما يسمى الـ investment saving curve. نتابع الآن بالنسبة لسوق النقود، بالعودة إلى سوق النقود، هذا الآن سوق النقود الـ real demand for money أو الطلب الحقيقي على النقود يساوي Y سالب 40 R، حيث الـ money supply أو عرض النقود يساوي 1200 لكن مستوى الأسعار يساوي 4، وبالتالي لابد من قسمة هذا 1200 حتى نقارن كمية حقيقية بكمية حقيقية. نساوي بين الطلب الحقيقي على النقود هنا والعرض الحقيقي على النقود 1200 على 4 الآن، يعني لازم طلب حقيقي مقابل عرض حقيقي، وبالتالي الآن Y ناقص 40 هذا الطلب الحقيقي تساوي 1200 لأن قسمناه على مستوى الأسعار حتى نحصل على العرض الحقيقي للنقود 300، وبالتالي الآن أي أن Y ناقص 40 R تساوي 300، ما يعني الآن بأن Y star لو نقلنا كل إشي للطرف الأيمن تصبح الآن Y star تساوي 300 زائد 40 R، هذا هو الآن الـ LM curve، منحنى أو معادلة liquidity money curve أو يعني معادلة المنحنى LM. عند التوازن يكون IS تساوي LM، يعني بتقاطعوا في نقطة ما، أي أن الآن Y star تساوي 1920 كما ذكرناها قبل قليل، 1920 ناقص 80 R تساوي هذه 300 زائد 40 R. بالحل البسيط يعني الآن هنا التوازن مرة أخرى وضعناه ثاني مرة، فالآن عندي هذا الطرف يعني Y star تساوي هذه و Y star تساوي هذه، إذن 1920 ناقص 80 R تساوي 300 زائد 40 R، ما يعني الآن بأن 1920 ناقص 80 R تساوي 300 زائد 40 R، هذا يعني السهم هذا المطلوب، هذا يعني بأن 1620 تساوي 120 R، ما يعني بأن R star اللي هو التوازن سعر الفائدة التوازني يساوي 1620 مقسم على 120 يساوي 13.5. هاي 13.5 الآن رقم بكون percentage أو point شو ما كان، مهم سعر الفائدة 13.5. فنعوض 13.5 بأي معادلة، معادلة الـ IS or LM حتى نحصل على Y، ما يعني الآن بأن Y star تساوي 1920 ناقص 80 اللي هي في 13.5، عوضنا عن R ب 13.5 وتساوي 300 زائد 40 في 13.5 هنا تساوي 840، إذن الدخل التوازني 840 مقابل 13.5 سعر الفائدة. هذا الآن تمثيل البياني هنا على المحور الأفقي Y اللي هو الإنتاج الحقيقي، وهنا أسعار الفائدة R، هذا الـ ISL هنا الـ M curve، أوكي؟ تقاطعوا عند هذه النقطة، هذه النقطة ماذا؟ تتكون من الزوج المرتب 840 على المحور الأفقي
و13 ونص على المحور العمودي بكون توصلنا إلى التوازن هنا. سؤال الأخير قبل أن أغلق الآن، ماذا لو قامت الحكومة بتخفيض الإنفاق من 100 كما افترضنا قبل قليل إلى 50؟ أرجو من الطالب المتابع أن يعوض عن الإنفاق الحكومي ب50 ويقارن بين الحالتين. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة المرجوة جميعا لكم أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب آخر بإذن الله تعالى.